اليوم كان عندي موعد بالمحكمة، مو من شان مرسيدس يعني تخسي مرسيدس، لا كان عندي موعد اني كنت سوق سيارتي بدون تأمين، سيارة موقفة يمكن صار لي سنة، وطلعت لجربها برا. فجأة الشرطة هون بكندا، الشرطة بكندا هون الشرطي بيعرف كل بياناتك من لوحة سيارتك، بيبواقف وراك الشرطي أو بتمر أنت بياخذ اللوحة، رقم اللوحة بشيك عنده، بيشوف إذا عليك مخالفات، إذا السيارة مسروقة، لو ما عندك تأمين. والله ما لقيته غير وراي، قلت أوف شو جابه، شغل الفلاشر، صفيت، نزل، قال لي ما عندك تأمين، قلت له صح، قال لي على كل حال تي تي تي، عطاني موعد محكمة اليوم. رحت على المحكمة، طبعا مخالفت انك تسوق بدون تأمين بكندا اول مرة 6,000 دولار، ثاني مرة 10,000 دولار. رحت على المحكمة والله، قالت لي انت بدك، انت قلتي يعني انت مذنب ولا بنأجلك موعد، بنعطيك موعد للمحكمة تسوي محكمة ثانية يعني. قلت له لا انا مذنب بس، قال عشر راح تدفع 5,000 دولار. قلت له انا مسكين، انا عندي عيال، انا كذا، وانا سيارة سوقتها مرة واحدة بس بهاليوم اللي مسكني فيه شرطي، تست درايف بس، يور اونر يعني لازم لو قاضي تقول له سيادتك فخامتك، فيا ريت ضبطي لنا يا نزلي. قالت لي 3,000 دولار بس، لانك قالت لي ما في فرق سوى يوم او 10 ايام، المهم انت سايق بدون، بس انا راح اخلي لك يا 3,000 دولار. قلت له شكرا سياده القاضي، شكرا يور اونر. اللي لاحظته بالقضاء بكندا انه كل الموظفين بالمحكمه بس يشوفوا القاضي هي ست بينحنوله رعب، بخافوا منه، بينحنوله. القاضي بكندا، رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، بيشوفوه بالشارع بيضربوه بالصرامة، القاضي بينحنوله، شوف القضاء، it's the law، إنه القانون، انحني للقانون بكندا. القاضي بيجيب أكبر زعيم، أكبر رئيس مثل التوتو، بينحني قدامه بكندا وأمريكا. عجبني الوضع، عجبتني القاضي، كلهم ينحنوله، الموظفين، كل محامين ينحنوله قبل ما يسلموا عليه، ينحني بقى، تخيل، يستحق الانحناء القاضي فقط، القضاء هذول يستحقوا الانحناء. المهم 3,000 دولار الله بيعوض، الله بيعوض، بس عجبني الوضع.